حنا كنعقدوا المؤتمر ديالنا الخامس ديال الحزب في واحد الظروف اللي هي صعبه على المستوى العالمي، على مستوى القضيه الفلسطينيه، حتى على مستوى بلادنا والاكراهات الكبيره اللي كتعرفها بلادنا، ولا يعني الازمه الاجتماعيه الكبيره اللي كيعاني منها المغاربه من جراء يعني الغلاء ديال المعيشه والغلاء ديال الطاقه والبطاله اللي طلعت والدائره الفقر اللي توسعت بالشهاده ديال المندوبيه الساميه ولا الفوارق. وحنا جينا في هذا المؤتمر كلنا امل واجتهدنا باش نديروا منه ماشي فقط محطه تنظيميه باش نجددوا المكتب السياسي ومجلس الوطني، ولكن بغيناه مؤتمر سياسي ودرنا فيه اطروحه اللي هي جد متقدمه، لانه امام هذا العالم المتغطرس الذي يسلب الدول سيادتها حنا كنقدموا بدائل باش يمكننا نحافظوا على السياده الوطنيه ديال بلادنا. وهنا كنقولوا ان المدخل هو اننا نبنيوا السياده الشعبيه يعني الديمقراطيه الحقيقيه، هذا غادي يصون البلاد ديالنا ضد الاختراقات وغادي يقوي الامكانيه ديال التنميه والامكانيه ديال النهضه بكل جهات هذا الوطن المهمشه. وبطبيعه الحال هذا مؤتمر دي مناسبه كنقولوا فيها وكناكدوا فيها للمسؤولين المغاربه بانه راه ما يمكنش بلادنا تحصن الى ما حميناش الحقوق والحريات ديال المواطنات والمواطنين. نعم يعني يعني انت قلتي بعظمه لسانك انك ما غاديش تكوني مره اخرى امينه ديال السوق. هو انا اول من يحترم القانون، وبطبيعه الحال القانون ديال الحزب كيقول بجوج ديال الولايات، انا استنفدت هاد جوج ديال الولايات وكاين الخير امام، هناك كفاءات حزبيه ذكوريه ونسائيه اللي هي قادره تحمل. وثانيا حنا كنديروا دائما يعني مؤسسات اللي هي فيها قياده جماعيه، وهذه مناسبه من اجل انه واحد الجيل جديد يختبر العمل داخل المؤسسات الحزبيه، وحنا موجودين كيف ما كان الحال رفيق بن سعيد واخا شحال هذه ما بقاش امين عام ديال الحزب، يعني الفعل ديالو في الساحه ومن اجل الديمقراطيه ومن اجل حقوق الانسان والحريات دائما كان متميز. وانا غادي نحاول نعمل بكل ما اوتيت من قوه كبرلمانيه اولا وكمناضله داخل حزب الشراكه الموحد باش نبقى الى جانب الشعب والوطن والديمقراطيه كيف كينص عليه الشعار ديال الحزب.